في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 عارك في إقليم دونباس على أشدها. And he's trying to redraw the maps of Europe by force. بدأت روسيا حربا عسكرية على أوكرانيا. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. ووضعت العالم أمام نقطة تحول تاريخية. موجة لجوء واسعة النطاق. الآن يتجدد القصف. حيث وصلت آثارها كل العالم. بأزمة غذائية لا مثيل لها، بينما يعاني الناس في أنحاء العالم من الجوع، وضربة اقتصادية كانت الأشد منذ عقود. مستمرون معكم في تغطيتنا للحرب الروسية في أوكرانيا. الحرب الروسية الأوكرانية التي تابعتم تفاصيلها وتداعياتها على العربية في المناطق الساخنة جدا. ما الجديد لديك في كييف حتى هذه اللحظة؟ نحن الآن في منطقة خطيرة جدا. كيف ستكون نهايتها؟ تغطية خاصة في الذكرى السنوية الأولى لهذه الحرب التي غيرت كل موازين القوى. حرب غيرت العالم.